السعادة. سر السعادة والهنا نبع الوفا وهج المنى، سكن يطيب برحمة ومودة تجل العنا. سر السعادة بيت الزواج بها يفوح محبة حق الهنا، روح وأنس دائمون فيض الرضا نور السنا. يا مرحبا ويا هلا. تدرون وش أكثر شيء يدمر العلاقات؟ أكثر شيء يدمر العلاقات سوء الظن، الترجمة الخاطئة لأي تصرف أو كلمة، الفهم الخاطئ، كل هذه تساعد على سوء الظن في الطرف. يا أخي الله سبحانه وتعالى وش يقول في كتاب الكريم؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثير، إن بعض الظن إثم. بعض الظن ترى إثم، مو بكل الظن، ومع ذلك الله يأمرنا باجتناب كثيرا من الظن. ما ضيع البيوت وضيع العلاقات إلا سوء الظن والعياذ بالله. يا جماعة ظنوا في بعض خير، خصوصا اللي أنت تتعامل معه، علاقاتك دائمة بفضل الله دائمة معه، زي علاقتك بوالديك وعيالك والزوجة والأولاد والأخوان والأخوات، وأحيانا الجيران لو صرتوا في منطقة، يعني أحيانا بعض الجيران تصير علاقة دائمة، بعض الزملاء إذا صار مجال عمل تصير علاقة شبه دائمة. ننتبه يا جماعة في مثل هذه العلاقات من نحن ندخل سوء الظن فيها. صح نكون فطنين، نكون كيسين، نكون أذكياء، لكن ما نسيء الظن. وزي ما قلت لكم خصوصا العلاقات الأسرية، ابعدوا عن سوء الظن فيها. سوء الظن ما يخدمك، الوحدة مع أهل زوجها، الناس مع زوجة ولدهم، مع زوجة أخوهم، الواحد مع أهل زوجته، هذه العلاقات المفروض يكون الغالب فيها هو حسن الظن، وترجمة أي تصرف تشوفه أو كلام تسمعه على اللي يظهر لك من جمال ومن إيجابية حتى يثبت لك العكس. وصدقني في العلاقات هذه مهما أحسنت الظن ما تخسر، ولكن تخسر إذا أسأت الظن فيها. احرص على حسن الظن في اللي حولك، وإن شاء الله أنك ما تندم. خلك ذكي وكيس بس لا تسيء الظن. الله يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن ووفقنا للخير. سر السعادة، سر السعادة والهنا نبع الوفا وهج المنى، سكن يطيب برحمة ومودة تجل العنا. سر السعادة بيت الزواج بها يفوح محبة حق الهنا، روح وأنس دائمون فيض الرضا نور السنان.